أسعد الله أوقاتكم بكل خير المشاهدين الكرام أينما كنتم وأينما تواجدتم. سعيد جدا بأن ألقاكم في عدد جديد ولقاء جديد سيجمعني وإياكم دائما في إطار برنامجكم، برنامج رصد حالة الشفاء من المملكة المغربية، برنامجكم ولا تيأسوا. كيف ما كتشاهدوا أعزائي المشاهدين، اليوم كنتواجدوا في مركز النخيل بمدينة الدار البيضاء، مركز النخيل اللي كتعرفوا يعني كيتواجد في حي النخيل في شارع عبد المؤمن زنقة موريو رقم المحل 4، اكيد منطقه معروفه، واكيد ان ساكنه مدينه الدار البيضاء والمناطق المجاوره ترد على مركز النخيل بمدينه الدار البيضاء بانتظام، واكيد انه من بين هاد الناس اللي كيجيو لمركز النخيل من اجل طلب جرعه المكملات الغذائيه السي عبد العالي. السي عبد العالي اللي عانى لسنوات طويله مع مشكل القولون العصبي، تطور لسبب من الاسباب لكي يصير مشكل على مستوى المعده ككل، فاكيد ان المرض ديال المعده ومرض القولون العصبي كما كتعرفوا اعزائي المشاهدين يعني من بين الامراض الصعبه ومن بين الامراض التي يعاني منها الناس يعني بشكل كبير، واكيد ان حتى استعصاء العلاج وطلب العلاج يكون ايضا بشكل كبير. يعني السي عبد العالي طرق عديد الابواب من اجل طلب العلاج، ولكن ما تالتش عليه ذلك الا من بعد التجاؤه لمجموعه مراكز الهاشميه للاعشاب الطبيعيه، وبالضبط هنا في مركز النخيل بمدينه الدار البيضاء. فالسي عبد العالي جاء لمركز النخيل مجددا، ولكن هذه المره ماشي باش ياخذ الجرعه، جاء باش يحكي لكم انتم اعزائي المشاهدين كيف كانت رحله المعاناه ديالو مع المرض وطريق الشفاء اللي وصل لها بفضل الله سبحانه وتعالى، اولا كيف كنقول دائما وابدا، وثانيا بفضل جرعات المكملات الغذائيه اللي كتنتجها مراكز الدكتور الهاشمي للاعشاب الطبيعيه. فاكيد ان السي عبد العالي غيحكي لكم يعني بقساوه وبمراره المرض المضاعفات النفسيه والعضويه اللي كانت عنده، وايضا بفرحه وبنشوه العلاج اللي وصل ليه كما قلت، يعني ولله الحمد، يعني الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى اللي هو الشافي والمعافي، وايضا بفضل جرعات المكملات الغذائيه التي تنتجها مراكز الدكتور الهاشمي للاعشاب الطبيعيه. اعزائي المشاهدين غنخليكم مع السي عبد العالي وحلقه اليوم. السلام عليكم، معكم عبد العالي من كازا. جيت اليوم سميتو باش نعاود لكم سميتو الحاله ديالي اللي كان مع المرض. كان اخويا بالصمد باش نقول لك يعني وارد حاله ما شاء الله ما شاء الله، شنو نقول لك يعني كاين في الاول الاسباب ديال الشهاده كان من الاطباء، كنت انا كنعاني غير من القولون العصبي يعني بوحدو، ومن مشيت انا دوزت عند واحد الطبيب خرج لي واحد قبل الماكله، قال لك هذا سميته كلو قبل الماكله، وملي كنت كنكلو قبل الماكله ولا جبد عليا المعده، يعني كان في الاول ما كنعانيش كاع سميتو بالمعده كاع، كان يعني غير بالقولون العصبي. ومشيت عاوتاني عند واحد اخر يعني صافي سالي ديك الدواء ديال هذاك، يعني صافي كنحس بشي حالات يعني ولو بزاف، يعني مابقاش غير القولون ولات عاوتاني المعده، اي حاجه كناكلها كضرني بزاف. قلت لي اويلي خصني نمشي عاوتاني الطبيب بعد ما داير لي شي حاجه، مشى عند واحد اخر وسبحان الله ما ربانا سميتو استفد منهم. مشينا عند واحد اخر، المهم سميتو خرج لي الدواء قال لك بعد الماكله. قلت لي طبيب راه واحد طبيب اخر خرج لي سميتو خرج لي الدواء قبل الماكله، انت خرج لي بعد الماكله. قال لك راه كاين شي دواء ديال القولون العصبي وسميتو قبل الماكله بعد الماكله. قلت له قبل الماكله، قلت له ودي راه خرج لي سميتو شنو كاين. ملي دوز لي عاوتاني قال لك ودي عندك المعده، يعني قال لك سميتو شكون اللي دار لك السبب ديال المعده؟ هذاك الطبيب اللي خرج لك الدواء سميتو قبل الماكله هو اللي طرى لك سميتو على المعده. وصافي يعني قلت له اش غندير؟ قال لك ودي كل هذا صافي. يعني ملي عاوتاني زادت عليا المعده صافي كرهت الدواء ديال الاطباء كاع، يعني قلت شوف هذاك سميتو دار لي الحاله وعاوتاني كل هذا سميتو تقدر ما تديرليش شي مشاكل، صايي سميتو صايي صايح بس يعني ما كاين حتى شي يعني شي تحسن ما كانش، يعني اي دواء كناكلو كيزيد عليها شي تحسن ما كاينش، يعني تستمر تزيد صافي ولا عصاب، يعني حتى الهضره مع الناس ما بقاش تجلس معاهم، تجلس مع جوج ديال الناس ثلاث الناس صافي تحس صافي تخرج بحالكم، القوام ما خدتش كاع مشي ليه كاع صافي، الخدمه ما كتجينيش نهائيا. وسميتو ولا عندي العصب بزاف، يعني كان في الاول عندي القولون العصبي شويه، يعني مثلا الا كنتعصب شويه يعني واحد بحال قلت مثلا نهار بحال هكا كيمشي لي العصب، ملي زاد عندي العصب في المعده تجمعوا لي بجوج، يعني كنتعصب هبط لي العصب في المعده والمصران صاي، يعني السلام عليكم كنكون بحال الا ماشي انا، يعني غادي في الطريق بحال ما غادي انا صافي الدوخه صاي، يعني نقول لك يعني شي 3 شهور ولا 4 شهور مانيش نورمال، يعني كنمشي في الطريق بعض المرات كنمشي في الطريق بحال الا غير غادي في الخيال، فهمتيني انا غادي وكن ما مارش فين غادي صاي، يعني صاي تتحبس حتى بعض المرات سميتو كنمشي كنحبس كنقول بلاتي فاش واش انا بعدا فين غادي فهمتيني ما فهمتش صافي، يعني قلت سميتو صافي السلام عليكم يعني غادي نحبس الشهاده، يعني الاطباء ما غداو لي حتى حاجه صافي غادي نشوف شي حاله ديال سميتو ديال الاعشاب.
صافي يعني سميتو الدكتور هشام يعني عرفت زعما كيكون في الحقيقه ولكن ما عرفتش بان ما عندهم مركز في سميتو في المغرب. يعني انا ديجا يعني شي جيراننا كنت مسكين وحده سميتو السيده عندها سميتو المس والجنود داك الشيء كانت يعني حالتها ليوتال مسكينه ما عرفتش فين يجاوبوهاش جاوبوها مراش ولا ما عرفتش يعني تشافات. يعني السيده صافي ولات بخير صافي يعني صافي ملي جلس مع الراجل ديك السيده قلت له ودي شنو وقع شنو وقع قال لك واش ما عمرك شفتي لي شي عشوب قلت له ودي شنقول لك يعني ما نقدرش نزعم ديك العشاء ديال الزنقه ما نقدرش يعني مثلا العشاء ديال الزنقه ما نقدرش يعني شي واحد عنده محل قال لك لا راه كاين عرفتي ديك السيد الدكتور هاشمي اللي كيكون في الحقيقه قلت له عرفتو الدكتور هاشمي الله ودي راه معروف في العالم العربي كاع قال لي ودي راه قال لك ودي راه كاين المراكز ديالو قال لك ودي انت سول عليه راه غادي سميتو تلقى قال لك شوف نهائيا سميتو كانت يعني كانت مرتو قال لك ما خلا ما فين دار قال لك الاطيب با كلشي قال لك الدكتور هاشمي قال لي يعني ملي عطى لي شي عشوب ولات بخير قلت لي الله ودي اش نقول لك يعني الاطيب با صافي نقول لك الحاجه صافي ماشي يعني يسمحوا لي ولكن بصح يعني تعيق بزاف يعني غير الفلوس يعني خصوصا انت كنت مريض ما بقاش كتهمك الفلوس والطبيب يعني اقسم بالله العظيم الا واحد الطبيب واحد المره الا يعني اش نقول لك الا شفت بحال كتنز عليا انت راه يعني انت كتعود علينا واحد الحاله ما لا يرتى لها يعني ربي العالم بك هو كيضحك عليك اللي كتقول لي الحالات اللي سميتو اللي كتهضر قال لك اه الا صاحبي انت سميتو كذا اشنو كيوقع لك وكيشوف سميتو في الممرض ديالو كيضحك كيضحكوا لك قلت لا حول ولا قوه الا بالله صافي قلت لك السيد قلت له ودي ماشي مشكل قال لك اش غدير دخل اليوتيوب راه غادي تلقى سميتو دير مركز دكتور هاشمي وغادي تلقى سميتو تقدر مثلا تكون شي نمره ديال النمره ديالو تما ولا صافي داكشي اللي درت يعني سميتو مشيت دخلت درت بحال ما قال سميتو اليوتيوب وبانت لي سميتو الحالات كاع يعني ما شاء الله اللي واحد السيد يعني راه دابا عندي في التليفون شارجيتو من اليوتيوب نفس المشكل اللي سميتو اللي عاود المسكين كنشوف بحال ما كنقسم له بلاد معاه كتخرج يعني نفس الحاله اللي وقعت ليه حتى هو قال لك سميتو في الصباح يعني بشحال مره كنوض الصباح كنقول يا ربي ما نخدمش يعني صاي يعني انت ما بيك والو بصح مثلا كتنوض الصباح يعني كتركب في الطوبيس ولا الطاكسي غير كي توصل الخدمه صاي سميتو كتوصل الخدمه بغيت تبدل الحوايج صافي تقول السلام عليكم تقول يا ربي غير ما لقاش سلعه باش ما نخدمش باش نرجع نعس اون فوا ترجع من الخدمه ما تنعش يعني نعس ما كنشوفوش نهائيا جامي يعني نعس اون فوا مثلا غير الى يعني الى كنت عيان الى جيت للخدمه يعني كنت عيان بزاف هذاك الشيء يعني كنعس بصح مثلا باش يعني باش ما تكونش عيان لو ما كنتوش خدمت تنعس بحال الناس يعني يتغدى ولا سميتو يجي من الخدمه ينعس ما نعش نهائيا وشي افكار قلت لك ولا ثاني سميتو ملي زاد عليا سميتو القولون والمعده ولا عاوتاني عندي الدار سميتو في النفسيه ديالي يعني ولا شي وسواس وشي خير اش نقول لك يعني ما شاء الله سميتو وسميتو ولادي خصوصا يعني الشيء اللي كيمشي لي غير العائله ديالي يعني الناس في الشارع وانا صحابي في القهوه نسمعها نورمال بصح يعني با ومي ومرتي وبنتي ما نقدرش يعني صاي كنت دخل الدار بحال دخل جهنم ماشي يعني صاي يعني كون يعني المشكل يعني كون غير كيجيك مرض ما بين الوسواس ماشي مشكل يعني المشكل انه الوسواس يعني انت بالمرض يعني المرض كيضرب فيك وديجا الوسواس يعني الوسواس اش كنقول لك يعني الوسواس ماشي نورمال يعني شي وسواس يعني مثلا يكون شخصيه زعما الشخصيه ديالك كيبقى ضعيف غادي تتبعو مشيتي فيه يعني غادي دير داكشي اللي قال لك هو صاي يعني حيت غادي تحبس يعني كنقول عيد بلا شارجي ما عجبش الراجل شحال مره يعني كنخدم يعني بعيد على سميتو على مورين الدار يعني السبت كنطلع سميتو كنطلع للدار وشحال مره يعني شحال مره سميتو السبت كنكون عيان وما كنقدرش السبت كنكون عيان كنبغي يعني غير نطلع زعما باش نرتاح شويه من الخدمه نطلع عند سميتو عند ولادي وما نقدرش يعني كنقول اللهم العذاب ديال الخدمه ولا نطلع عند مورين الدار ما نشوفهمش كاع يعني صاي يعني بنتك كي تجي مثلا تهضر معاك سميتو ما تقدرش فهمتيني يعني واحد الحاله اش نقول لك لا اله الا الله لا اله الا الله وصافي والحمد لله يعني سميتو ملي قلت لك سميتو مشيت صاي صافي يعني حياتي كان بحال اللي تحبسات ما بقاش يعني كما كان بحال انا غادي واحد المره سميتو قسم بالله غادي واحد المره غادي بحال ما كان سميتو حسيت براسي ماشي انا يعني بحال شي واحد يعني غير غادي بيا ما عرفتش انا كيفاش يعني كان غير نبي نرجع للوعي ديالي ما كانش يعني صاي يعني صافي بحال راك غير غادي في سميتو في الدنيا وصافي هذا ما كان وفي الخدمه قلت لك ما كناش نهائيا ابدا ولا اطباء ولا اطباء يعني السبب ديالي كاع سميتو في الشهاده يعني ماشي نقول له مثلا 100% كنا 70% ديال الاطباء غير من يعني من الغلط ديال الادويه ديال الماما واحد يعني خرج لك سميتو قبل وواحد بعد ما فهمتش انا كيفاش يعني ما تبيناتهم ما تفهموش ومشكل عصره حتى في الادويه تختلف
الدول اللي عطات لك ماشي لا ثاني هذاك يعني يختلف في سميتو في في الكاري يختلف كل شيء ما فهمتش يعني واش كو واحد يعني كيعطيك يعني صاي مهم واحد الحياه اش نقول لك يعني الله يليها الله وصافي المهم ديك الساعه سميتو ملي دخلت اليوتيوب يعني دخلت نمره وعيطت لواحد سميتها السيده هذه سميتها اللي في المركز يعني عاودت لي الحاله ديالي قلت لها واش وقع شنو وقع قلت لها ودي راه كاين الحل يعني سميتو ديك الساعه كون يعني كون زعما يقول لي شي واحد مثلا راه عندي العلاج ديالك من غير قال سميتو المركز يعني اي واحد يقول لي عندي العلاج نتيقو نعطي اي حاجه خص غير نبره يعني شنو هو راه بحال راك حسيتي براسك يعني ماشي بحال الناس الناس يعني شحال مره يعني شحال شي بلاصه كان ديجا يعني قبل ما نمرض كندوز منها ولا كنجلس فيها وملي مرضت كندوز من ديك البلاصه كنقول ايه شتي هاد البلاصه هادي ملي كنت زعما مريض كيفاش حسيت جلست فيها ودابا الله غالب يعني الجو تخرب وجو وشي قهوي اللي كنت كنجلس فيهم شحال مره كنمشي لشي قهوه كنت كنجلس فيها قبل ما يوقع لي مرض كنقول هاد البلاصه اللي كنت جالس فيها قبل ما يوقع لي مرض يعني وليت قبل ما يوقع لي مرض ودابا سميتو يعني صافي ما بقيتش كما كنت سميتو في الاول وصافي قلت للسيده قلت لك صافي عاودت لها المشكل قلت لها ودي شنو كاين شنو كاين ملي قالت لي اقسم بالله العظيم لا غير ملي يعني غير ملي هضرت معها ارتحيت يعني ملي هضرت معها قالت لي ودي راه شوف راه ما تخاف والو راه هذاك الشيء عندنا العلاج عندنا سميتو العلاج ديالو قلت لها زعما بصح قالت لك السلام عليكم وانا صافي يعني غير ملي قالت لي السيده بان راه عندها العلاج حسيت بواحد الراحه يعني قلت صافي السلام عليكم قلت بحال قلت مثلا الشفاء ديالي كاين السلام ما بقاش غادي نقلب على شي بلاصه اخرى ولا شي حاجه الحمد لله صافي يعني غير من المكالمه عاوتاني ماشي قالت لي زعما واش هادشي كامل غادي تحيد مني قالت لك داكشي كامل غادي تحيد ان شاء الله وفعلا اش نقول لك صراحه يعني ما شاء الله وديك الساعه كاع المشكل يعني كان ما بقاش كاع كنشوف في القولون والمعده كنشوف الوسواس اللي غادي يلوحني شي بلاصه اللي ما فهمتيني يعني اش غنقول لك يعني كتجلس بحال هكا مثلا قدام الناس وكيقول لك شي حوايج وبحال شي حاجه يعني ساكنك كيقول لك نوض دير هذيك الحاجه بزز منك كنقول دوك باش ترجم عادي باش ترجم كنجلس مع شي واحد كيقول لك فين غادي كنقول له انا راجع خويا انا راجع والناس يعني تهضر مع الناس جوج كلمات جوج ثلاثه وحتى يعني حتى الهضره باش تهضر مع الناس ما كايناش يعني زعما باش تهضر مع الناس زعما عادي ما كاينش يعني تهضر مع جوج واحد جوج كلمات كما بقى شوف فيك ها يعني تخرج تخرج الهضره التركيز على الهضره ما كايناش عندك هذا صافي المهم ملي درت معاه قلت له ودي شنو كاين شنو كاين قلت لك ودي راك علاجك صافي قلت له في البلاصه قلت له البلاصه فين كاين صافي جيت واش نقول لك اقسم بالله راه غادي ربي شاد عليا يعني ملي دخلت المحل يعني حسيت بواحد الراحه يعني ديجا يعني الدكتور الهشيمي كيقول يعني شحال من الحالات قبل كاع انا ما نمرض كاع بلا سمتو بالمسرق قبل ما نمرض شحال من واحد كنسمعوا عيني الرقيه ديالو سميتو يعني داكشي ديال السحار والعين يعني وجميع الامراض يعني كيداويهم يعني غير عندي الساعه يعني انت ما فيك لا مرض ما والو ما عندكش شي تجربه باش تمشي فهمتي باش تمشي الساعه وليتي بخير وصافي المهم دخلت بحال هكا قلت لها الحاله ديالي سميتو قالت لك اودي بخير صافي عطاتني سميتو الجرعه اقسم بالله العظيم الا ملي ديت الجرعه يعني سميتو حليت على كرتونه ديك الساعه مازال ما وصلش الوقت ديال باش ناكل داك العشوب يعني ديت بحال مور العصر بحال هكا ديتها قلت زعما نشرب من ديك الماء غير مش هذوك ديال مدار الرقيه ملي شربت من مدار لك الرقيه حسيت بواحد اش نقول لك بحال الا شي حاجه يعني بحال الا شربتي شي حاجه ما سميتو ما عمرك في حيت كاع يعني الدا ديالك ما ولفاش ديك داكشي حسيت بواحد النفسيه اش نقول لك ما شاء الله يعني في الكاس الاول حسيت بشويه يعني ما سميتو غد العاود ثاني وليت يعني السيمانه الاولى السيمانه الثانيه الحمد لله يعني ما السيمانه الثانيه بغيت نجرب يعني هذيك الافكار ديال الوسواس اللي كيقول لك دير هنا ما بقاش كاين عندي دابا ديك الساعه السيمانه كنقول غير متى يكون الحد باش نمشي نزبنتي وكنت في الاولى ما يعني قلت لك مثلا اللهم نخدم يعني ونضرب تماره ونعيا وما نمشيش عند سميت عند ولادي نشوفهم ديك الساعه لا المهم ما بقاش يعني كنبغي نفكر زعما في ديك الحوايج اللي كيقول لي سميتو الوسواس القهري ما بقاش يكون عندي يعني سميتو كنبغي نفكر يعني صافي ولاد نفسيتك مرتاحه ما بقاش كتفكر في ديك الحوايج قال لك كتفكر فيهم كاع وصافي المهم ديك الساعه ملي طلعت ديك السيمانه الاولى المهم وليت بخير طلعت بحال بغيت نجرب زعما باش حيت ديك الساعه ملي كيجيني حتى كندخل الدار يعني تكون مرتي تكون الوليد ديالي تكون شي انا زبنتي عادي الساعه كيقول لي المهم دخلت بحال هكا صافي جات عندي بحال هكا بنتي زيتها بحال هكا كنقول ديك الساعه واحد او بحال يلاه كنعرفها
كدي ساعه غايب يعني ما كنحسبهاش كاع بان راه مني كاع يعني فهمتيني بحال غير شي وحده دايزه بحال كتبغي مسكينه سميتو كنقول مرتاك هكا ديالي هادي ما حتى واحد شويه وسميتو جي ومشكل يعني كان بحال انت مثلا اون فوا مثلا الا بغيت سميتو نخدم مثلا سميتو كنبغي نمرك واحد يومين ولا ثلاث ايام عاش باش كنخدمها ديك الساعه لا سميتو مثلا وانا ما عنديش الخدمه ولكن غير ما نجلس في الدار يعني نجي للخدمه نجلس نجلس غير بوحدي وما نجلسش في الدار يعني صاي يعني اش نقول لك يعني واحد الحاله صافي قلت صافي السلام عليكم يعني حيت شحال من سميتو شحال من الناس كتشوف كيقول لك العين وداك الشيء كيقتل البنات صافي قلت السلام عليكم يعني هذا الشيء اللي فيا وقيل داني شي يعني غادي تسطا الا ما تسطاتش ما تسطيش هذه صافي غادي نموت صافي السلام عليكم صافي يعني ما بقاش عندي ولو غير 10% ديال باش نعيش ما كاينش صافي غنقول صافي غادي تحبس صافي السلام عليكم يعني ونفوا مثلا يعني كيهضر معاك باك بحال الا بحال كيهضر معاك على شي واحد سميتو بزنقه كاع سميتو ما كتسوقش لي كاع امك عاوتاني يعني اش نقول لك هادشي تاثر لي بزاف على الوالدين ديالي يعني بحال سميتو تاثر لي بزاف على الوالدين ديالي يعني بحال قلتي الاستحار ولا المس ولا ما سميتو ولا مارش وسميتو والسبب ديالو عاوتاني داكشي كاع هو القولون يعني القولون هو اللي كيعطيك داك الافكار داكشي سميتو يعني ملي كنشرب ديك الاعشاب ديال القولون وليت الحمد لله كنت ما كنكونش كاع مرقى نهائيا ابدا يعني المرقه سميتو اون فو مثلا غير جمع ديال المرقه تجيني الدوخه في الباص يعني اصلا انت داخ كيتسكر سميتو المرقه تزيك الدوخه اخرى يعني مابقاش كاع سميتو تقدر كاع تنوض كاع والحمد لله المهم كناكل ديك الاعشاب واحد السيمانات 8 مع 10 ايام واحد المره بغيت نجرب زعما بان واش ناكل ديك المرقه ناكل داكشي كامل واش نتاكد بان واش وليت بخير المهم بحال هكا مثلا وكليت سميتو يعني وليت كنقول بحال هكا المرقه ما كنحس لا الدوخه لا والو زيد عاوتاني زيد دس السلام عليكم يعني وحتى المعده ما سميتو ما بقاش كان ديك الساعه في الخدمه الاعصاب بزاف واي حاجه بسيطه تعصبك دابا لا واخا تبني واخا دير اي حاجه يعني عادي ديك الساعه بالعكس وغير انسان ما تغيش يشوف فيك بحال هكا ولا يضرب فيك انت تنوى تقول هذا واقيلا كيهضر فيا ولا شي حاجه فهمتيني يعني واحد الحاله لا يرثى لها شنو قلت يعني الناس اللي سميتو اللي عندهم مرض اللي عندي انايا اش نقول لك ما نصحهمش يعني مثلا يشريو شي ادويه ولا اطباء ولا يعني ما كاين حتى شي حاجه يعني عانيت من هذا المرض هذيني بزاف يعني ما الاطباء ما صافين والو يعني الاعشاب ديال الدكتور هاشمي الله يجازيه بخير يعني اش نقول لك يعني ما كرهش كيفاش يعني كيفاش نشكر السيد هذا ما كرهش يعني السيد مسكين كيدير محاولات باش يشافوا الناس واش نقول لك ولا اله الا الله محمد رسول الله يعني الناس اللي عندهم زعما بحال الحاله ديالي انا راه مثلا الا جاو سميتو عند دوك الهاشميه وخذوك الاعشاب راه اش نقول لك 100% راه يعني اش نقول لك لا اله الا الله والحاله اللي كنت فيها انايا الله يرثى لها ودابا يعني الحمد لله ولات بخير يعني اش نقول لك يعني الاعشاب مزيانين يعني ما كيدو يعني اعشاب طبيعيين باش ما يمشيوش عاوتاني ديك الاعشاب اللي سميتو اللي الزنقه وداك الشيء يعني داك الشيء خطير يعني السيده الدكتوره هاشمي والله يجازيه بخير يعني كان في واحد الحاله يعني اللي ورثت لها الحمد لله يعني وليت بخير وجزيل الشكر الله سبحانه وتعالى.